بالنسبة للعلام، بالنسبة للعلام بدنا نعرف شغلة إنه العلام كيف بيجي. أول شيء في الكواليتي تبع الجلد، يعني في ناس ما بيعلموا، في ناس إذا طلع لهم حبة واحدة بتعلم من شهر لشهر. ثانياً في الأكنة كيفية، إذا الأكنة كانت بس مايكروسيست يعني بس زيوان، إذا تعالجت ونعمل نتوياج عند أخصائي ما رح تعلم. وثالثاً كمان إذا الأكنة كانت معمولة مثلاً بالظهر، الظهر بيعلم أكثر من الوجه. كتير مهم هيدا النقطة اللي بدي أوصل لها، هي إذا واحد لعب بحبوبه، لأنه الضفر بيوصل أغمق من حب الشباب. دونك هيدي نحنا دايماً منحكي فيها وقت اللي منفسر للشباب والصبايا اللي بيجوا عندهم حب شباب وعم بيعلموا، منقولهم أول شي ما تلعبوا بحبوبكم لما يعلموا. هودي لنتوقع حب الشباب، وأكيد كل ما عالجناه كل ما منتوقع يعلم، كل ما تركنا الأكنة ما رح تضل كل الحياة، رح تروح. إذا ما رحت بالـ18 بتروح بالـ20 بالـ30. كل ما واحد تركها لحب الشباب قال بكرة بتروح لحالة، بكرة بتروح لحالة، وطلع فوج وعلم وطلع فوج تاني وعلم، كل ما رح يصير عنا أكنة سكارز ورح ياخدوا وقت أكتر ليروحوا، يمكن ما يروحوا.